مشاهدي قناة الجنوبية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الشيخ فريد الباجي في برنامج بين العقل والإيمان. اليوم غير العادة متاعنا باش نتقابلوا في بلاتو جديد. مرحبا بك شيخ فريد. وبكم وبجميع مشاهديكم. أهلا بك رهاب. مرحبا رهاب رباب. مرحبا بشيخنا الكريم فريد الباجي في برنامج بين العقل والإيمان. كما كنت تقول رباب، ديكور بلاتو غير معتاد، لكن مش نحاولوا زادة في الحصة دي كما كل حصة نطرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات اللي وصلتنا بطبيعة على الصفحة الرسمية لهذا البرنامج تيلة الأسبوع اللي فات الكل. إذن شيخنا الكريم، كان بدأوا معاك، كنت حكينا شوية على مركز تونس لدراسة الأمن الشامل، علاش في هذا التوقيت بالذات تم تأسيسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. مما لا شك فيه أن من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق الأمن العام للمجتمع الذي نعيش فيه، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمادي في المجتمع المسلم. من هنا كنت مع بعض الشخصيات الوطنية أصحاب الكفاءات والاختصاصات المتعددة منذ مدة، في الحقيقة ليس الآن، نتشاور في كيفية تحقيق الأمن الشامل في تونس. ونعني بالأمن الشامل هو الأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن السياسي والأمن العسكري والأمن لمكافحة الإرهاب وغير ذلك. وكنت العبد الضعيف، معناها رئيس قسم الأمن العقائدي. يعني اللي أسسوا هذا المركز، الأشخاص منهم وراء هذا التأسيس؟ الأشخاص، الرئيس هو الدكتور نصر بن سلطانة، وهو دكتوراه في الأمن الشامل، وكذلك العميد مختار بن نصر الناطق السابق باسم وزارة الدفاع، وكذلك الشلي، رفيق الشلي هو مدير عام الأمن الوطني سابقا، وكذلك الدكتور مازن الشريف هو رئيس قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب، والعبد الضعيف، وبعض الأساتذة الجامعيين والإعلاميين. نعم سيدي الشيخ، شنو الرسالة اللي أنتم تحبوا تبلغوها من خلال المركز هذا؟ نحن نريد أن نبث ثقافة الأمن الشامل في المجتمع، لأن مفهوم الأمن لا يقتصر على السلطة وعلى وزارة الدفاع والداخلية. ينبغي أن يشارك المجتمع المدني في فهم أمنه وكيف يحقق أمنه، وينبغي أن يكون هناك تعاون عام بين السلطة والمجتمع في تحقيق هذا الأمن ونشر ثقافة الأمن. حتى كنت نحكي أنا وربيب في الكواليس على ما أعتقد أنه يعني من أول كل المراكز في العربية يعني تم تأسيسها. صحيح صحيح. ولكن لا ينبغي أن لا يخفى عليكم أن الدول المتقدمة والمتحضرة لهم مراكز بحوث مستقلة في الأمن الشامل، كما في أمريكا، بعيدة عن، معناها مستقلة عن السلطة، ولكن هناك تعاون بينها وبين السلطات. فنحن نقدم بحوث ودراسات علمية موثقة استشرافية للسلطات المعنية لتستطيع من خلالها تعرف كيف تتعامل مع هذا الإرهاب. سيدي الشيخ، انت في لقاء ليك صرحت اللي المركز هذا باش تبعث من خلاله رسالة للشباب، فشنو تمثل الرسالة هذه؟ يعني بحكم أني رئيس قسم الأمن العقائدي، نرى أن التزام الشباب التونسي بعقيدة البلاد الزيتونية السنية المعتدلة التي عرفت بالسماحة والوسطية والانفتاح والاعتدال هي الكفيلة بإنقاذه من الوقوع في فخ الإرهاب والتطرف الديني. فندعوهم إلى التمسك بالعقيدة السنية والمنهج المالكي. كندا تزيد توضح لنا كيفاش تتم العملية دي متاع الدعوة؟ نحن سوف نقوم بتحرك داخل الجهات، ونقوم بدورات في علمية ودورات تثقيفية وفكرية ومؤتمرات ندعو من خلالها الشباب أن يتشارك معنا، لأن هذا المركز يدعو إلى التأطير أيضا وإلى التربية الثقافية والعلمية، وهناك أنشطة توعوية وإصلاحية سنقوم بها إن شاء الله تعالى مع جميع مكونات المجتمع المدني حتى نرسي ثقافة الأمن الشامل في المجتمع.
يعني وظيفة المركز هذا هو توعية الشباب بالأساس، هذه أحد وظائفه، أحد الوظائف. نعم. لكن لنا وظائف أخرى أيضا، حتى مع نحن سيكون لنا وظيفة الإرشاد، الطلب، النقد والضغط أيضا على المؤسسات الحكومية التي ستأتي في تونس. سوف نبين لها خطورة ما سيقع في البلاد مثلا نتيجة الدراسات التي نقوم بها مع الخبراء، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، حتى الأمن النفسي. أيوة. أنا وسوف نهتم بذلك، فما خبراء في هذا الشيء، لكن أنا سأكون متخصص في الأمن العقائدي. يعني أنه المفهوم الديني ينبغي أن يكون مفهوما وسطيا وليس مفهوما يعني متشنجا. متشنج. نعم. كما قلنا سيدي الشيخ، احنا عندنا صفحه خاصه بقناه الجنوبيه وفي برنامج بين العقل والايمان. الصفحه هذه توصلنا فيها العديد من الاسئله والاستشارات الدينيه. نبداو بالسؤال الاول اللي وصل لنا اليوم، من هم الاولياء الصالحين شيخ فريد البجي؟ الاولياء. نعم، الاولياء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو مسلم ذكرا كان أو أنثى، صلحت سريرته وصلحت علانيته، واستقام لأمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وامتلأ قلبه رحمة بالخلق، ولسانه انشغل بذكر الله عز وجل، فهو ظاهرا وباطنا مع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كما قال تعالى آمن وكانوا يتقون. والتقوى ما هي؟ التقوى عرفها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما رواه الطبراني بإسناد صحيح، قال: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهم جمعوا بين استقامة العقيدة واستقامة الجوارح، فصارت قلوبهم معلقة بالله عز وجل. وجاء في الأثر الذي أخرجه أبو نعيم في حلة الأولياء عن الحسن البصري فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا كان الغالب على عبد الاشتغال بي، جعلت بغيته ولذته في ذكري، فإذا جعلت بغيته ولذته في ذكري عشقني وعشقته، فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، وصيرت ذلك غالبا عليه، فلا يسهو إذا سهى الناس، أولئك الأبطال حقا، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عذابا أو عقوبة ذكرتهم فاستحييت منهم فصرفت عذابي عن أهل الأرض. فالأولياء هم أحباب الله عز وجل، ومن أجلهم ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عنا. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليكن في علمكم أن جميع المسلمين هم أولياء الله، ولكن بدرجات. حتى شيخ فريد باش نرجع ونطرحوا نفس السؤال اللي طرحناه قبل الحرق، الزوايا والأولياء، باش ننجموا نفسروا هذا بعد الكلام اللي كنت تقول فيه. يعني الولي سواء كان حيا أو ميتا منزلته عند الله تعالى هي نفسها، ومن آذى حيا أو ميتا فقد عصى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسر عظم الميت، أي ميت، ككسره حي، يعني جريمة شنعاء يحرمها الله عز وجل. فهذا في معناها الحي جريمة، فما بالك بالميت. هؤلاء الذين لا يفهمون الدين هم فقط لا الإرهاب لا يمارسونه على الأحياء فقط، بل لفساد دينهم وسوء فهمهم وجهلهم بالإسلام صاروا يحاربون الإسلام باسم الإسلام، إلى درجة أنهم بلغ بهم المرض، إلى درجة أنهم يفجرون الأحياء ويفجرون الأموات. لذلك نحن دائما نحذر شبابنا من اتباع هؤلاء، فإنهم يؤذون أولياء الله، ومن آذى أولياء الله عاجلا
وسيوشك الله تعالى أن ينتقم منه. نعم شيخ خليد، ما معنى الكرامات والمعجزات؟ يعني احنا في أوقات اللي عادين نعيشوها توا ديما نشوفوا اللي فما شكون عنده كرامات يقول يداوي بها يفيد بها في الناس، لو كنت توضح لنا يعني بالضبط شنو هو معنات هالكرامات هذه والمعجزات هذه. هو الأشياء التي تقع خارقة للعادة، إن ظهرت هذه الأشياء على يد نبي أو رسول فهي تسمى معجزة، كما كان سيدنا عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من أصابعه الشريفة المياه، هذا يسمى معجزة. وإن كان الشيء الخارق ظهر على يد فاجر أو فاسق أو كافر فهذا اسمه يعني استدراج وسحر وشعوذة، وإن كان يظهر على يد مؤمن عادي كأي مؤمن، قديش من إنسان عادي جاته مشكلة صلى معناها ركعتين ولا دعا ربي سبحانه وتعالى فالله عز وجل فرج معناها كربه. أنا حدثني مرة شخص كان من الظالمين تاب الله عليه الآن، لقيته في الثمانينات وكنت أنا أتكلم عن اليقين وأهل الله وغير ذلك وهو يبكي، فسألته ما يبكيك؟ قال فحدثني قال لي أني كنت قبل ذلك شديد الظلم للناس، فابتليت في مالي وابتليت فماتت زوجتي وماتت معناها لم يبقى لي شيء، انتقم الله مني هكذا هو يقول. قال ولم تبقى لي إلا بنية صغيرة، قال بنية ذي الصغيرة أنا هزيتها للطبيب قالوا لي عفاكم الله راهي مريضة بالسرطان وهي راهي في أيامها الأخيرة ولا مجال لإنقاذها. قال تغششت ما قبلتش، قال عالجوا في النهاية قالوا لي جهز بنتك تموت في دارك خير لك. قال وأنا خارج معناه هو إنسان عادي معناه ولكنه مسلم، قال أنا خارج بها وأنا خرجت من الباب المستشفى وضرب الرعد فتذكرت الله، قلت يا ربي يعني أنت تعرف لي أنا غلط ولكن كان أنت تستجيب كان الصالحين، لكن أنا نوم بيك وغلط وتبت ليك ما بقالت لي كان بنتي يا ربي إيش فيها. قال لي فجأة البنية سكتت أحسبها ماتت، قلت ربي ما استجاب ليش. قال رجعت هذا مباشرة للسبيطار شافوه الطب حاولوا كذا خرجوا له قالوا له وش نقولوا لك بنتك ما بيها حتى شيء حتى مرض السرطان ما لقيناهوش. فهذا معنى المعونة، هذه تسمى معونة للمؤمن، معناها كل مؤمن صادق يسأل الله تعالى بصدق فإن الله لا يرده، لأنه في الحديث الصحيح الذي قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حيي كريم، يعني ربي حشام، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا قلت ثلاث مرات يا الله فإن الله لابد أن يجيبك لأنك مؤمن ولو كنت مقصرا في طاعة الله. أما الكرامة فالكرامة هي تكون للأولياء، يعني الأولياء هم العارفون بالله تعالى العلماء العاملون، إذا رفعوا أيديهم إلى الله عز وجل في أمر وسألوه فإن الله تبارك وتعالى لا يردهم أبدا. شيخنا الكريم، كما نعرف الناس الكل نحن نعيش ذكرى عاشوراء، كان نجم نحكي عليها أكثر، وهل الصيام يجوز أم محرم في هذه الذكرى؟ نعم، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، ولما دخل المدينة المنورة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومونهم فقال لهم لما تصومونهم؟ قالوا شكرا لله تعالى أن نجى الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى وأحق بالموالاة لموسى، فأمر بصيامه ولكن استحبابا لا وجوبا، وهو اليوم العاشر من محرم يكون فيه هذا الصيام وليس هو مفروضا، وكان قبل رمضان صلى الله عليه وسلم يهتم بصيامه وكان يتعاهد النساء والأطفال
ويسألهم هل أنتم صمتم هذا اليوم؟ ولكن بعدما رفض بعدما فرض رمضان قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وقال في فضله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إني أرجو على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية. يعني الذنوب الصغائر التي ارتكبها الإنسان سنة كاملة بمجرد صيام يوم عاشوراء الله تعالى يغفر له تلك الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. جانا سؤال بخصوص الرضاء بالقضاء والقدر والابتلاء والصبر. لو كان شيخنا الكريم تفسر لنا المفاهيم هذه وتحاول تبين للمشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا الآن شنو هذه المفاهيم بالذات. نحن نؤمن إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وأنه فاعل لكل شيء، وأنه المنفرد بالعلم والإرادة والقدرة في تحريك كل شيء. لأنه ما من ذرة في السماء ولا في الأرض، وما من حركة ولا سكون لا تكون إلا بإذن الله، حتى المشيئة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء يعني إذا أصابتك مصيبة تعلم أنه مهما فعلت بعد وقوعها فإنك لن تستطيع يعني أن تغير ما أصابك. لكن هناك فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. ما معنى هذا؟ يعني الله قضى علي أن مرضت مثلا بمرض عفان الله وإياكم في يدي، فأنا أرضى بالقضاء، بمعنى أرضى عن الله ولا أغضب ولا أسخط ولا أسب ولا أشتم ولا أنزعج، بل أقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. هذا اسمه الرضا بالقضاء. لكن لست مطالبا أن أرضى بالمقضي وهو المرض، فيجب علي أن أمشي إلى الطبيب لأعالج نفسي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله تعالى. فالإيمان بالقضاء هو اللي يعطينا نوعا من الرضا عن الله وقدرة على الصبر وعدم الزجع، ويعطي طمأنينة وسكينة. لأن الأمور في الحقيقة كما جاء في الحديث: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله بما تعملون خبير. ولكن هذا الرضا لا يمنعنا من أن تكون لنا إرادة حرة ومختارون، وبأنه يجب علينا أن نتخذ الأسباب العملية في حياتنا. شيخ فريد، يعني حتى كما نحصروش المفهوم ذي في المرض فقط، حتى المشاكل يعني جميع المشاكل المادية اليومية المادية الابتلاء يعني. نعم، لازم يسعى الإنسان باش يحل المشاكل ذي. إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه. والمؤمن يحبه الله تعالى، فلذلك هو كثير الابتلاء. أخرج الحاكم في المستدرك أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر فضائل المرض والصبر عليه، فقال هذا الأعرابي: ما المرض؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يشرح له، فلم يفهم معنى المرض، فوصف له آلام الصداع رأس، قال: لم أصدقت. ثم ذهب الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
اعلموا أن الأمراض التي تصيبنا والبلايا والشدائد والأوجاع والمشاكل مشكلة يوم واحد قد تنقذك من ذنوب 10 سنين. الحمد لله على كل حال. الشيخ فريد، عنا سؤال جانا من مشاهدة تابعة بطبيعة الحال في برنامج بين العقل والإيمان. السؤال هو كيفاش نتخلصوا من العادات هذه اللي هما الانشغال بالناس وبأفعالهم، يعني هي جارتها ولا صاحبتها لازم بالرغم اللي هي تصلي وهي اللي هي تقرأ القرآن إلا ديما عندها في طبيعتها اللي هي ديما تحب تعرف شنو اللي يصير وكيفاش صار والحاجات هذو، تنسنيس يعني تنسنيس بالدونس. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن الله تواب رحيم. الإسلام جاء ليجعل هذا القلب عامرا بذكر الله تعالى، كلما القلب أصبح فارغا بالله تعالى وذكره ينشغل بالمخلوق، وذكر المخلوق داء وذكر الخالق دواء. وأخرج مالك في الموطأ والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم الذي ينشغل بالخلق ويتجسس عليهم ويتحسس ويتتبع عيوبهم، هذا لو أتى يوم القيامة بأمثال الجبال من الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، فإنه يوم القيامة إذا كان منشغلا بالخلق يحشر مفلسا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ ليس المفلس من ليس له درهم أو دينار، وإنما المفلس هو من جاء يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال، ولكن يأتي قد شتم هذا وقد اغتاب هذا وقد تجسس على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنة، فيأتي الذين كان يغتابهم ويريدون منه حسنات فلا يجدون عنده حسنات، فيأخذ من سيئاتهم وتجعل على ظهره، فيدخل هو النار وهم بدون أعمال يدخلون الجنة. اسمعوا جيدا، لو يقول الحسن البصري لو كنت مغتابا أحدا، مش نغتاب واحد ونتكلم فيه، لغتبت أبي وأمي لأنهم هم أحوج إلى حسناتي. لذلك الذي يسبكم ويشتمكم هو أكرم إنسان معكم، كيفاش؟ إنه يكرمك بحسناته. فما إنسان أكرم من أن يغتابك ويسبك ويشتمك؟ فلهذا علينا أن ننشغل بالخلق، لأن الانشغال بهم سيذهب ديننا ويذهب دنيانا. وعلينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى ذو القلب القاسي. شيخ جديد، حتى كان أني مش نطرح سؤال فيها بحار وبحار من الإجابات، علاقة السنة والشيعة هنا في تونس، حتى مش نرجع يعني تزامنا مع الإجابة متاع ذكرى عاشوراء اللي نشوفها. هو في الحقيقة هو صحيح، هو جاءت تاريخيا وفاة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه قتل في يوم عاشوراء. نحن كذلك أهل السنة نحب آل البيت، ونحن لا نرضى بما وقع وبقتله رضي الله عنه، ولكن عندنا اعتدال، يعني لا يوجد هناك إفراط في كل شيء، عندنا الاعتدال، أن لا نجعل الانشغال بسيدنا الحسين رضي الله عنه أن ينسي يعني أن يكون أكثر من انشغالنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. عادات الشيعة نحن نختلف معهم في عاداتهم في ضربهم، هذا هذه الأشياء هذه عندنا من البدع المنكرة وحرمة الجسدية، يعني معنا لابد أن تراعى في ديننا،
شيء ثاني يعني وفاته أو قتله، أن نجعله عيدا نحتفل به شهرا كاملا في محرم. نحن هذا ليس عندنا أهل السنة، وإن كنا نتألم ونتذاكر سيرته العطرة سيدنا الحسين رضي الله عنه، ونحب آل البيت ونواليهم، وحبهم إيمان وبغضهم ما نفاق. والشيعة في تونس هم قليلون في الجنوب على ما أعتقد. نعم، بكثرة يتواجدون في الجنوب. نحن الذين نراه، نحن إذا قبلنا يعني الأفكار يعني والعقائد الأخرى في تونس من أجل التعايش طبعاً، من باب أولى أن نقبلهم طبعاً. نحن نقبل كل من اعتقد عقيدة معينة، نحن لا نعاديه إلا إذا استعمل العنف فقط. نحن السلفية لو أنهم لم يكونوا إقصائيين وعنيفين كنا قبلناهم، لأنهم إخواننا وأبناء وطننا ومن المسلمين، وكذلك يعني معنا الشيعة. لكن بسرعة، لكن 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 أنبه هنا، نحن تونس سنية وبقيت سنية، والشيعة الرافضة حكمونا في الدولة الفاطمية العبادية 100 سنة، وفعلوا فينا الأفاعيل العنيفة، ولكن أخرجوا من ذلك، أخرجوا من تونس بعد ذلك. ونحن نقول لهم أن لا ينشروا الدعوة الشيعية في تونس، لأن نحن تونس سرنا في وحدتنا العقائدية، وأنا كرئيس الأمن العقائدي في مركز الدراسات للأمن الشامل، وعندنا ما يسمى بالأمن الاستشرافي الاستباقي. إذا أردنا أن ننجح في الأمن العقائدي في تونس ينبغي أن لا تنتشر الطائفية عندنا الدينية، لأنها معروفة الطائفية الدينية شعامنا في الشرق الأوسط. من هنا نرجو من إخواننا من الشيعة ألا ينشروا الفكر الشيعي الرافضي في تونس، لأنه سيؤدي إلى التقاتل الداخلي. نعم شيخنا الكريم، في تونس برزت العديد من الظواهر اللي قاعد يعيشها الشباب اليوم. عندنا ظاهرة عبادة الشيطان اللي قاعدة يعني نشوفوا فيها تزيد يوم بعد يوم في مجتمعنا، لو كانت تعطينا بالضبط رأيك في بخصوص الظاهرة هذه، وكيفاش يعني نجم نوعيه الشباب بالظاهرة هذه. نسأل الله العفو والعافية لهذه البلاد ولجميع المسلمين. عبادة الشيطان هي في الحقيقة من صنع يهودي وماسوني، والخطة من هذا المنهج هو إدخال الإباحية في المجتمع والانحلال الديني. وعباد الشيطان عرف عنهم في التحقيقات والأبحاث التي جرت معهم أنهم يستبيحون كل محرم ويحبون كل قذارة حسية أو معنوية. نعم، عندهم طقوس وعادات خاصة بهم، طقوس وعادات كشرب الدم، بل عندهم ذبح الأطفال أيضا، وقد سجل ذلك عنهم. فلذلك عباد الشيطان فضلا عن كونها عقيدة ضلالية كفرية فاسدة، هي تضعف المجتمع وتدمره، وهي إذا اخترقت الشباب التونسي فسوف ليس فقط يزيله من دينه، بل يسقط المجتمع يعني في اللا إنسانية ويصبح حيوانا. لذلك تجد عندهم يعني تغيير لخلقتهم، ويقومون بعمليات يعني تشويهية لأجسامهم ورؤوسهم وصورهم وأشكالهم، ويكونون تحت سيطرة الشيطان فعلا كاملين، وتحت أعداء تونس وأعداء المجتمع وأعداء الإنسانية وأعداء الإسلام. وإذا انتشر فكر عبادة الشيطان في تونس فهذا بداية ومؤشر على أن تونس ستقع في الاستعمار الخارجي. شيخنا الكريم، وصلنا سؤال على الصفحة الرسمية لبرنامج بين العقل والإيمان، هل أن عذاب القبر للجسم أم الروح أم للإثنين معا؟ نعم، اختلف علماء أهل السنة هل هما للجسد والروح كليهما أو للروح فقط، ولكنهم أجمعوا واتفقوا على أن التنعم سيكون للروح، لأن الجسد يبلى وينتهي ويصبح ترابا، فلا يلحقه لا نعيم العذاب. والبعض قال أيضا أنه تتنعم الروح ولكن الشعور سيكون شعورا جسديا. شيخنا الكريم، نوصلوا مع الأسئلة اللي قاعدة تصلنا على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج، وسؤالنا هو الحجاب في المناسبات والأفراح، نشوفوا الأشكال تتنوع وفما يعني ألوان، هل هذه حرام ولا لا؟ ألوان ماذا؟ ألوان الحجاب؟ ألوان الحجاب، نعم.
يعني ما تكونش اللون الابيض والاسود فقط، نشوفوا الوان اخرى حتى ربيب بطريقه اللباس يعني في الافراح والمناسبات، وكما يعني اختلاط في الافراح والمناسبات. نحن كما قلنا سابقا ونبين ان الحجاب وهو تغطيه جميع الجسد للمراه ما عدا وجهها وكفيها هو فرض، وبه قال الائمه الاربعه، ولكن في كيفيته، في كيفيه اللباس، المقصود هو انه احيانا تكون متحجبه وفتنتها اكثر من غير المتحجب، وذلك حجاب مع لباس المحزوق مع الالوان والورود نفس المشكله يعني. نحن نريد المراه ان يكون لباسها يعني لا يجعل الالتفات اليها، لا تجذب اليها يعني اصحاب النفوس الضعيفه بقوه، فيكون لباس معناها محترم مع الحجاب. و بالنسبه للالوان، المرأة شوفي حق لها أن تلبس الألوان التي تراها مناسب بشرط أن لا تكون فقاعية جاذبة وفاتنة. أيوة هذا، ولكن الذي أنصح به حتى أدعو هذا، بدأت بعائلتي أنصح بهذا، يعني اللي من أرادت أن تتحجب أن ماذا بها تلبس اللباس التونسي السفساري، يعني السفساري والبخنوق وال فما اللباس في القيروان يسموه الحايك، يعجبني الحايك برشا انا بتاع انسان القيروان، فما تقريبا كل منطقه في تونس في جربه وكذا يعني وحمام سوسه زاد كذا، ما انا ماذا بيا اللباس التونسي هو قريب الى السنه التقليدي من نحي الاقتصاد التقليدي التونسي، وفي نفس الوقت هو اقرب الى السنه ويبعدنا كذلك عن اللباس يعني الذي بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا. وعلى ختام اللباس التونسي نعطيوك شيخ فريد كلمة الختام ونصائحك للمشاهدين اللي يتبعوا في برنامج بين العقل والإيمان، تفضل. الذي أريد أن أقوله دائما وأكد عليه في هذه المرحلة الانتقالية، نحن لا يمكننا أن نخرج من هذه المرحلة منتصرين إلا إذا انتشرت بيننا ثقافة قبول الآخر، ثقافة عدم الأقصاء، لابد أن ينتشر بيننا أن كل تونسي يتمس، عبارة أنا تمسيت مهما كانت خلفيته العقائدية والإيديولوجية والسياسية، فإذا نجحنا في نشر هذه الثقافة في هذه المرحلة بالذات ستنجح ثورتنا بإذن الله تعالى، وبارك الله فيك. شكرا لك شيخ فريد. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة هذه، نحن في انتظار الأسئلة بتاعكم على الصفحة الخاصة بالشيخ فريد الباجي على القناة الجنوبية. إلى اللقاء.